من الغريب أن هارون الرشيد خليفة، الخليفة تحاز له الدنيا كلها، ما الذي يصنعه بالموطأ؟ قالوا كان من زينة الدنيا أن يقال حدثنا مالك مما يتزين به، وإن لم يكن هذا الذي يقول حدثنا لا عالما ولا طالب علم ولا شيء، ولكن يتزين بشيء يقول حدثنا مالك، وهذا الذي أراده هارون الرشيد رحمه الله. فجاء إلى المدينة وأراد أن يسمع الموطأ ليكون زينة له في جملة ما أتاه الله من الزينة. فتعلمون أنه أرسل إلى مالك رحمه الله يريد أن يأتيه ليقرأ عليه الموطأ، فقال له مالك، أي قال مالك العلم يؤتى ولا يأتي. لها في الحقيقة مالك هو أعقل من أن يخاطب الخليفة بمثل هذا. هذا مالك ليس بجلف ليقابل خليفة يقول له أريد أن أسمع الموطأ، يقول أنت أنا أتيك أنت تأتي، ما يمكنش هذا. الخليفة ومالك رجل عاقل ولا لا؟ هذا هو المشهور الآن، هذا هو المشهور أن مالك قال العلم يؤتى ولا يأتي، هذا ما يمكنش. لكن تدرون ماذا قال مالك؟ يريد تعظيم الحديث ويريد أيضا إنزال الناس منازلهم. قال له يا أمير المؤمنين، هذا العلم منكم خرج وأنتم أهله. هو عباسي هارون الرشيد، هو عباسي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم كبين عباس، العباس عبد بن عبد المطلب بن هاشم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. فهذا علم. أما مالك هو ليس من العدنانية أصلا، هو رجل أصبحي يمني قحطاني، أنا بعيد على الشغل. يا أمير المؤمنين، هذا العلم خرج منكم وأنتم أهله، فإن رفعتموه ارتفع وإن وضعتموه اتضع. عافي انت دابا شوف اللي هذا أسلوب يناسب أن يخاطب به الخليفة؟ هذا مناسب. وثم الخليفة تأتيه من عنده، ليس العلم يأتي ولا يؤتى كأنه مالك دير لي الحبل في عنقه، لا، هذا خليفة. فلما قال ذلك الذي قال، وهارون الرشيد رحمه الله يريد أن لا يضع هذا العلم الذي هم أهله، أتى هو. فلما أتى قال لابد أن جعل لي مجلسا دون الناس. قال له مالك يا أمير المؤمنين، إن هذا العلم لا يفسد حتى يكون للخاصة دون العامة. طيب، فقال له فقرأ علي. يعني هذا هارون الرشيد هو لا يأنف أن يقرأ، وربما غلط ويصحح له مالك، يعني أنف. فقال اقرأ علي. قال له مالك يا أمير المؤمنين، ما قرأت على أحد منذ كذا وكذا سنة، أنا لا أقرأ. فأنت لا تريد أن تقرأ، انظر من يقرأ لك، شيء واحد من أهل المجلس يقرأ وأنت تستمع. فقرأ الموطأ على هذا. أنا قلت لكم هذا لأن هشام أحد الرواة عن ابن عامر الشامي، أحد القراء السبعة. هذا راوي من الرواة عن القراء السبعة، ما له هو الموطأ، ثم هو شامي، لكن أراد أيضا أن يأتي مالكا ليسمع منه. وهما كان رجلا، يعني كان شابا ليس من ذوي الترف، فباع أبوه دارا، كان لأبيه داران في الشام، نسأل الله أن يفك الكرب عن جميع المسلمين، كان لأبيه داران في الشام، فباع دارا واشترى بعيرا وهيأ ابنه وقال اذهب إلى مالك. جاء هشام لا يعرف عادة مجلس مالك. مالك رحمه الله كان له عادة في مجلسه، كان إذا أتاه الناس إلى داره خرجت إليهم جاريته تقول لهم تريدون المسائل أو تريدون الحديث، فإذا قالوا نريد المسائل خرج إليهم مالك فسألوه فأجابهم، وإذا قالوا نريد الحديث دخل مالك فاغتسل وتطيب وتبخر ولبس العمامة وألقى الطاولة على رأسه وألقيت له النمارق والطنافس وجلس ولا يحدث أو يسمع الحديث من قيام، لابد من الجلوس، والناس كأن على رؤوسهم الطير
من التعظيم هذا الذي سيلقى في المجلس وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الجالسون بين عند رجلي مالك هم شيوخ البخاري ومسلمين، فمن دونهما يعني يأخذ عنه عبد الله بن وهب المصري من شيوخ البخاري ومسلم، عبد الله بن مسلمة القعنبي من شيوخ البخاري ومسلم، سويد بن سعيد، يحيى بن يحيى النيسابوري، الشيوخ الكبار، ولا يتكلم أحد ولا ينبس أحد ببنت شفاه. جاء هشام وهو شاب لا علم له بهذه الطقوس الجارية في مجلس مالك، فوجد المسجد مكتظا فوقف في أخريات المسجد ونادى بأعلى صوته ليسمع الإمام مالكا: يا أبا عبد الله حدثنا. هو لابد أن تفهموا شيئا، الرواية عن الشيخ التحمل عنه يكون بطرق التحمل الثمانية التي يذكرها المحدثون. أعلى هذه الطرق الثمانية العرض على الشيخ أو السماع من لفظ الشيخ، خلاف عند الأصوليين والمحدثين. أهل الحجاز منهم مالك لا يرون فرقا بين أن يقرأ الشيخ عليك وتسمع أو تقرأ أنت على الشيخ ويسمع، العرض والإجازة سيان، لكن العلماء مختلفون. وكأن هشاما هو ممن يقلد أن السماع من لفظ الشيخ أعظم من القراءة على الشيخ، فجاء وهو جاي من الشام ليسمع من لفظ مالك وينقلب إلى الشام فيقول: حدثني مالك. قال فلما جاء وقال بأعلى صوته: يا أبا عبد الله حدثنا، يحكي هو: ما هو إلا أن أتممت كلامي فأخذتني المقارع. يعني شوف، أنا قلت لكم مالك رجل عاقل، والعاقل له يعني ينظر إلى قول الأول: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. احنا في المغرب عندنا مثل، يمكن عندكم تنتم هنا: الحر بالغمزة والعبد بالدبزة. عندكم تنتم؟ هو هذا. فمالك رحمه الله ما عنده هؤلاء الذين يهيئون لمثل هذا. قال: ما هو إلا فأخذت العصي تضربه. قال: فلا أبصر بين عيني، الظلام، لأن هذا اعتبر عده مالك رحمه الله سوء أدب، تصيح في مجلس الحديث، تصيح وأنت ترى الرجال ذوي اللحى التي وخطها الشيب صامتين وأنت غلام غر تصيح. فلما ضرب قال هشام، هذه دائما عندما أذكرها أقول: هذا اعتناء الله بحملة كتابه، يعني هذا من حملة القرآن. قال له: يا أبا عبد الله، إن أبي باع دارا وجهزني إليك وقال: اذهب إلى أبي عبد الله لتأخذ عنه، فلما جئتك لقيتني بمثل هذا، والله لا أسامحك أبدا. فاشتد ذلك على مالك جدا، بقى فيه. فقال له: طيب كيف أستحلك؟ كيف ترضى؟ قال: ضربتني 14 مقرعة، حدثني 14 حديثا. فحدثه مالك، هذه انقلب بها هشام إلى رحله، لم يعني منقبة فريدة أن مالكا سمعت منه. فلما حدثه قال له: زد في الضرب وزد في التحديث.